الجو ساقع قوي يا اولاد. خير، اللهم اجعله خير. انا في مكان واسع وكله ابيض في ابيض، وقال ايه نص تحتاني مش لاقيه يا فخر. ناكل ايه النهارده؟ لحمه. لحمه؟ ما انتوا واكلينها الشهر اللي فات. طب خلاص فراخ. فراخ؟ ما احنا واكلين الحلقه اللي فاتت فراخ. انت كرتون لوحدك. لوحدك؟ معاكم الدكتور ناصر من اسقع مكان في مصر. ناكل ايه؟ معرفش. واللي ما يعرفش يقول ايه؟ عادس. يبقى عاد. العدس الليلة الليلة ليلة عيده، يا رب تبارك تبارك وتزيده، يا رب تبارك يا رب ينزل العدس وينكسر. يعني مفيش وركني واصدر نفسك؟ لا بابا، بقولك ايه، اعدس وابذل وانسى الزمان اياه. خلاص عدس. بسم الله الرحمن الرحيم. بابا خد دي هدية مني. بصلة. اه يا بابا، ده بصلة المحب خروف. ايوه خروف بحلق شوف. ومفيش بطة المحب خروف، مفيش كفتة المحب خروف. ايه افتكر لك ايه يا بصلة؟ وكل عضة بدمعة. بابا هي ايه حكاية اللي معرفش يقول عدس دي؟ شوف يا ست، ده كان راجل بقال عنده شولة عدس وشولة فاصوليا وشولة ذرة وشولة وشولة، وكان إيراد اليوم كله محطوط في سرة زي بقجة. حرام جه سرق السرة وجري. المهم الراجل جري وراه، الحرام اتكعبل في شوال عدس، العدس وقع على الارض. الناس شافوا العدس وقع على الارض، افتكروا ان الراجل التاجر ده البقال ده بيجري ورا الحرامي عشان شويه عدس. وقعدوا يقولوا له يا راجل يا راجل انت بتجري ورالي كده ليه؟ ده شويه عدس. قال لهم صحيح، اللي ما يعرفش يقول عدس. اما خبي العدس عن الواد محمد، الواد محمد ما بحبوش، واقول له ان ده كهرمان. يا محمد يا محمد تعالى، في كهرمان. استحلم بالدحلب ده عدس. كهرمان. عدس. كهرمان والله. لا يا جماعة والله العدس اسمه كهرمان. صحيح. يا عدس يا متعدس، يا اللي في أراضي الله متقدس. تعرفوا إن في العهد القديم جه إن عيسو تنازل عن حق البكورية من أجل طبق أو طبيخ عدس، خبز وعدس. وتعرفوا كمان سبحان الله انه في القرآن جه العدس والبصل ورا بعض في نفس الآية. سبحان الله. العدس كان بيتقال عليه زمان لحمة الفقرة، يا لحمة الفقرة يا عدس. ومن أقدم الأمثال اللي ذكرت العدس، أرملة عدس متجوزة بعدس، عودي بعدسك. يا عدس بترابه، كل شيء بحسابه. لما حد يجي يشتري حاجة ما هياش قوي يعني فيها عيب شويه، يقول له ما عدس بترابه، كل شيء بحسابه، ما لها سعر ولا الحاجه اللي نضيفها لها سعر. عشان كبابك اكب انا عدسي. انت جايب بعريس لواحده سواق توك توك بتقول لي ايه؟ اصوم اصوم وافطر على بصله. ده بتقول لي عنه نفخه وشمخه وفي الجيب بصله. يا بصل احلى من العسل، قال اهو بعيون الناس هما بقى اللي يحكموا. يلا يا ولاد بقى، هي كده الدنيا بدل يوم عسل ويوم بصل. كانت حلقة ممتعة، العدس حلو مع البصل. ما تنسوش تشتركوا معانا في القناة، سبسكرايب، تفعيل الجرس، لايك وشير، ونتقابل ان شاء الله في حلقة جديدة مع قناة لسان أهل مصر مع الدكتور ناصر سبا. حل بقى بعد العدس ده بكريم كراميل. كريم كراميل وعدس don't mix.